طلب مني كتير الفترة اللي فاتت ان انا ارشح لكم سماعات تنفع للالعاب، خصوصا الالعاب اللي زي ببجي وفري فاير. طبعا زي ما احنا عارفين الالعاب دي ليها شعبيه كبيره جدا، وطبعا عشان تلعب الالعاب دي لازم يكون عندك سماعه كويسه عشان تقدر تلعبها، خصوصا الالعاب دي بتهتم جدا ان انت تبقى مركز في اصوات مثلا الطلق اللي بيجي من حواليك يمين او شمال او اصوات الناس اللي جنبك، فلازم تبقى لابس سماعه وتكون سماعه كويسه جدا عشان تقدر تلقط الحاجات دي. عشان كده انا النهارده هرشح لكم سماعه كويسه جدا، خصوصا ان كمان سعرها كويس، وهي سماعه من شركه اونيكوما K8. السماعه دي فيها مميزات كتير هنتكلم عليها النهارده، بس قبل ما اكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، تعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. والله بينا نكمل فيديو النهارده. طبعا هي دي شكل علبه الكي 8، هنفتحها مع بعض عشان نشوف المحتويات بتاعتها. وزي ما انتم شايفين ده هو شكل السماعه، في الجزء ده بيبقى مكتوب كلمه اونيكوما، وطبعا هنا زي ما احنا متعودين من اونيكوما دايما الجزء ده بيبقى مرن جدا، ما فيهوش اي مشكله في الحركه خالص. وهنا طبعا بيبقى في سلايدر تقدر ان انت تعلي او توطي السماعه على حسب الراحه بتاعتك. اما بالنسبه للاير كابس بتاعتها زي ما انتم شايفين هي طبعا يعني حجمها كويس مش وحش، ولكن هنا تحس ان التبطين بتاعها ضعيف شويه، ولكن بالرغم من كده هي يعني مع التجربه كانت كويسه جدا معايا، ولكن هنا التبطين كان محتاج ان هو يتبطن شويه بس. وفي النهايه شكل السماعه يعتبر ان هو صغير، شكلها ملموم، ولكن لو حبيت ان انت توسعها شويه علشان تبقى مناسبه ليك ممكن من خلال السلايدر اللي على الشمال واليمين تقدر توسعها او تكبرها عشان تقدر تلبسها في ودانك من غير اي مشكله. وهنا طبعا الجزء الخاص بالمايك برده هنا مرن جدا، تقدر تحركه في اي اتجاه مفيش اي مشكله. اما بالنسبه للسلك الخاص بيها فهو سلك كويس جدا من القماش ومرن، مفيش اي مشكله معاك، يعني لو اتلعبك معاك او حاجه مش هتحس ان هو مضايقك خالص، في نفس الوقت ان الطول بتاعه مناسب. اما بالنسبه للجزء ده فده الجزء الخاص ان انت تقدر تعمل اون واوف للمايك، وفي نفس الوقت تقدر تعلي او توطي السماعه من خلال السلايدر اللي على الشمال هنا كده. وكالعاده طبعا اونيكوما دايما بتحط في السماعات بتاعتها الكونفرت اللي انت تقدر تحول بيه علشان تقدر تشغلها على الكمبيوتر او تحطها بكابل بس على طول دايركت على الموبايل او على اللابتوب بتاعك مثلا من غير اي مشكله. وهنا طبعا بيبقى فيه يو اس بي علشان خاطر زي ما احنا عارفين ان هنا ده جزء خاص بالار جي بي بينور. وهو ده شكل السماعه بكل اختصار. رجعنا مع بعض تاني وشفنا مع بعض العلبه وايه اللي جواها والكواليتي بتاعه السماعه وماتيريال التصنيع عامه. فمبدئيا كده عايز اقول لكم طبعا ان السماعه دي من الفئه الاقتصاديه، فطبيعي جدا ان تلاقي الماتيريال بتاعتها ماتيريال مش اقوى حاجه، ولكن زي ما احنا متعودين دايما من شركه اونيكوما ان بالرغم من الماتيريال مبقاش اقوى حاجه او ان هي بتبقى مثلا الخامه بتاعتها مش حاجه بريميوم، ولكن هي بتبقى قويه تستحمل معاك صدمات. فالسماعه دي من السماعات اللي انت فعلا لو اتعصبت في لعبه ببجي ورميتها مش هتتكسر منك، بالعكس انت لو خبطتها هترد لك تاني، خصوصا كمان ان القطعه اللي فوق اللي بتتحط على الراس او المايك نفسه او اي حاجه بتبقى مرنه جدا، تقدر تحركها يمين وشمال بدون اي مشكله. فدي ميزه كويسه جدا في السماعه بالرغم ان الماتيريال ضعيفه شويه. تاني ميزه عجبتني جدا وهو الصوت بتاعها، الصوت بتاعها متوازن جدا وهو الصوت المناسب جدا للالعاب اللي زي ببجي وفري فاير، خصوصا ان البيز والتريبل الاثنين في مزج ما بينهم ممتاز جدا، فوقت لو انت مثلا في فايتنج او كده مش هتحس ان كل حاجه داخله ببعض، لا هتقدر ان انت تميز الاصوات عن بعض. فهنا الصوت بتاع البيز والتريبل الاثنين متوازنين، مفيش حاجه اعلى من حاجه، وفي نفس الوقت نقاء الصوت كويس، وحتى لو انت عليت السماعه للاخر مش هتحس بدوشه. وده راجع طبعا الدي بي بتاع السماعه مش اعلى حاجه، ولكن مش معنى كده ان صوت السماعه واطي، لا هو صوتها عالي ولكن العلو اللي هو ما يقلبش معاك بضوضاء في الاخر. اهم ميزه بقى في السماعه دي انا من وجهه نظري شايفها المايك الحقيقي، الكواليتي اللي خارج منه كواليتي محترم جدا، وبصراحه انا برفع القبعه شركه اونيكوما ان كل المايكات بتاعتها تقريبا مايكات ممتازه جدا. المايك اولا حتى لو انت عليت صوتك ما بقاش فيه اي نويز خالص، الصوت بيبقى طالع نقي. لو انت من الناس اللي بتحب تسجل حاجات بصوتها وكده هتستمتع فعلا بالمايك ده، خصوصا لو انت عملت ايديت للصوت، ولما هتيجي تكلم حد هيحس فعلا بنقاء الصوت وهيسالك هو انت المايك ده نوعه ايه، والحساسيه بتاعته كمان ممتازه جدا. فدي حاجه كويسه جدا عجبتني في السماعه دي. بالنسبه للعيوب هي تعتبر عيوب ممكن تكاد بالنسبه لي عيب، ممكن تكون بالنسبه لك انت مش عيب خالص، وهي مثلا الاير كابس عامه لما بتيجي تلبس السماعه وتقلعها وتحطها مثلا في الجزء اللي في الرقبه ده تحس ان هي قافله عليك شويه، وتحس ان هي ممكن تبقى خانقاك شويه، وده راجع لان السماعه حجمها صغير مش كبير. وبالرغم ان الاير كابس بتاعتها مش كبيره، ولكن انت لو متعود ان انت بتنزلها هنا وتحطها على رقبتك مثلا هتحس مثلا ان انت متضايق شويه، ولكن انا لما استخدمتها ويعني ما ركزتش في الموضوع حسيت ان الموضوع عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. تاني حاجه انا شفتها من العيوب ولكن انت ممكن تتغاضى عنها، بالرغم من انك انت لو استخدمتها فتره طويله حطيتها على ودانك مش هتحس بوجع، وده نظرا ان هي متبطنه طبعا، ولكن التبطين اللي موجود في الاير كابس بصراحه كنت حاسس ان هو المفروض يبقى احسن من كده، واحسن من كده ان هو كان المفروض يبقى متبطن اكتر. هو متبطن وكل حاجه ولكن مش بشكل كثيف، فهي لو كانت متبطنه بشكل اكبر من كده كان الموضوع هيبقى الطف وهيبقى احسن. فدي حاجه برده ممكن ما تبقاش مشكله بالنسبه لك، خصوصا ان انت برده زي ما
قلت لكم انا استخدمتها يعني استخدام مطول وما حسيتش باي وجع في وداني. تالت حاجه حابب اوضحها لكم، هي مش عيب ولا اي حاجه، ولكن حبيت اوضحها لكم ان طبعا الصوت المحيطي هنا بيبقى محاكي للصوت المحيطي، مش زي الصوت المحيطي مثلا فيزيكال موجود في سماعات اعلى من كده. ولكن اللي هنا بيميز السماعه دي ان فعلا اليمين يمين والشمال شمال. يعني انت لو بتلعب ببجي مثلا وسامع الطلقه ناحيه اليمين هتبقى فعلا شغاله من ناحيه اليمين، فهي الحساسيه بتاعتها كويسه جدا. عشان كده انا رشحتها لكم لو انتوا عايزين تجيبوا سماعه للالعاب، فالسماعه دي ممتازه جدا لان الحساسيه بتاعتها كويسه جدا. وبكده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، تعملوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.